أول نشرة إخبارية من قناة الجزيرة في قطر. قبل 21 عاماً كانت الانطلاقة، ولدت الجزيرة لتلقي حجراً في ماء الإعلام الراكد، انطلاقة كان شعارها الرأي والرأي الآخر، شعار تبنته الجزيرة فعلاً لا قولاً، فاعتمدت الجرأة والمصداقية والموضوعية لتمثل بذلك نقلة نوعية لإعلام عربي كان يشبه الأصفر اللامع الذي لا يمت للذهب بصلة. في العام 1998 عرفت الجزيرة طريقها إلى العالمية حين انفردت بنقل صور صواريخ عملية ثعلب الصحراء الأمريكية وهي تنهال على بغداد، فقلبت الموازين وتحولت إلى قبلة لوسائل الإعلام الغربية. اقتحام شارون للأقصى والانتفاضة الفلسطينية الثانية والغزو الأمريكي للعراق وحرب لبنان وحروب غزة ومؤخراً أحداث إغلاق الأقصى، كانت الجزيرة فيها مصدراً للصورة من قلب الحدث. وهذه هي اللحظات الأولى لدخول المسلمين الفلسطينيين من داخل باب الأسباط. يبحث مراسلوها عن المعلومة وإن كانوا على خط النار. من هنا من المداخل الغربية لمدينة تعز اليمنية ننقل لكم صورة مباشرة. أتكلمكم بلغة كل التونسيين والتونسيات. لقد طلبت من الحكومة التقدم باستقالتها اليوم. وحينما صدحت حناجر الملايين في مصر وتونس وسوريا واليمن، كانت الجزيرة في ساحات التغيير وميادين الحرية، آخذة على عاتقها نقل نبض الشارع وتطلعات الشعوب العربية. قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية. غيض من فيض من أحداث كانت وما زالت الجزيرة فيها مع الإنسان، وإن كان بعيداً عن العالم العربي كما هو حال مسلمي الروهينجا في جنوب شرق آسيا. بها الأسر والعائلات للروهينجيا المسلمين من دولة ميانمار. ثمن نقل الحقيقة كان باهظاً، ففقدت الجزيرة العديد من أبطالها، وفي الذاكرة طارق أيوب وعلي الجابر، وغيب آخرون خلف القضبان كان آخرهم محمود حسين، وحكم على البعض بأحكام وصلت إلى الإعدام، ناهيك عن إحراق أو إغلاق مقر تابعة لشبكة الجزيرة في دول عربية وغير عربية. إسرائيل تقرر إغلاق مكاتب الجزيرة وتقول إنها استندت في قرارها إلى إغلاق دول عربية سنية وصفتها بالمعتدلة لمكاتب القناة لديها. النظر في مدى قانونية وشرعية وجود قناة الجزيرة مباشر مصر وشرعية ممارساتها للعمل على الأرض المصرية. وغير بعيداً زماناً أو مكاناً
كان مطلب إغلاق شبكة الجزيرة والقنوات التابعة ضمن قائمة المطالب الرئيسية للدول الأربعة التي تفرض حصاراً على قطر منذ يونيو الماضي. إنما هي قناة للشر وزرع الفتنة ودعم الإرهاب والتطرف وجلب الدمار والخراب. حقيقة لا تغطى بغربال. الجزيرة تنقل خبر الصحيح وتنقل الرأي والرأي الآخر، لكن للأسف العالم العربي يخاف من الحقيقة. مطلب شاذ في ظروف أكثر شذوذاً. فبدلاً من أن تسعى دول الحصار إلى تطوير منصاتها الإعلامية التي تعد بالمئات وتستهلك مليارات الدولارات، تطالب بإغلاق الجزيرة. أمر غريب لا يفسره إلا قول الشاعر: كل العداوة قد ترجى مودتها، إلا عداوة من عاداك عن حسدي. وفي ظل كل هذا، وطوال الأعوام 21 الماضية، ظلت الجزيرة تسير دون توقف رغم ما تتعرض له من حملات تشويه. فالجزيرة تستمد قوتها من جماهير تبحث عن الحقيقة والرأي والرأي الآخر في وسيلة إعلامية بالمقام الأول مع الإنسان، فباتت لمتابعيها شمساً لا تغيب.